نظمت الأمانة العامة لمجلس النواب مؤتمرا صحفيا للشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس لاستعراض أهم ما تم إنجازه خلال الدور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الخامس. وخلال المؤتمر الصحفي ذكر سعادة النائب محمود البحراني رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن اللجنة عقدت خلال الدور الانعقاد المنصرم 36 اجتماعا، منها 5 اجتماعات تنسيقية و7 اجتماعات مشتركة مع الحكومة لمناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة 2021-2022. كما أشار البحراني إلى أن عدد الموضوعات المحالة للجنة قد بلغ 50 موضوعا، أنجزت منها اللجنة 28 موضوعا، فيما رفعت اللجنة 32 تقريرا بشأن الموضوعات المحالة إليها، من بينها 5 مراسيم بقانون و9 مشروعات بقانون تشمل مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة 2021-2022، إضافة إلى 4 اقتراحات بقانون و9 اقتراحات برغبة، إلى جانب تقريرين بشأن الحساب الختامي للدولة وكذلك تقرير بشأن احتياطي الأجيال القادمة. وتقرير الميزانية العامة للدولة لل 2021-2022. تشرفنا اليوم في لقاء في المؤتمر الصحفي مع وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام بكل ما تم إنجازه في اللجنة المالية، وهم هذه المشاريع كان مشروع الميزانية العامة وبعض المراسيم المتعلقة بالظروف الاقتصادية وحل بعض الشؤون المالية والاقتصادية للميزانية العامة 2020. وتكلمنا عن بعض المشاريع والمقترحات اللي تم إنجازها في اللجنة المالية.